أرجو تحديد أفضل الساعات والأوقات لإجابة الدعاء. أفضل الأوقات والحالات لإجابة الدعاء في حالة السجود. حالة السجود في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء تقنن أن يستجاب لكم. وكذلك في الأوقات التي يرجى فيها أو هي من أوقات الإجابة: آخر الليل، نصف الليل وآخر الليل على الله سبحانه وتعالى، ويستغفرون بالأسحار. قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى في الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وكذلك من أوقات الإجابة ساعة في يوم الجمعة، ساعة في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة، صحيح والله أعلم أنها كما ذكر الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، أنها آخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب. وكذلك يترجح أيضا أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهاتين فترتين مظنة حدود هذه الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. جزاكم الله خيرا.